لما نبص دايما هو فكرة يوم مخصص للمرأة، سواء 8 مارس ده اليوم العالمي للمرأة، أو 16 مارس يوم المرأة المصرية، أو حتى 21 مارس اللي هو عيد الأم. فكرة تخصيص يوم لمناسبة للاحتفال والاحتفاء بالمرأة هو إننا نشوف إيه وصلنا له وإيه التحديات اللي عندنا. عندنا منظورين، في ناس ممكن تبقى شايفة إن حصل إنجازات عظيمة جدا على مستوى القوانين والتشريعات، وده حصل حقيقي، وفي ناس تبقى محبطة وتقول لك بس إحنا مش عارفين نوصل لحاجة، وده برضو عند كتير من القطاعات حقيقي. طيب خلينا نتكلم على عندنا إيه، وليه بعض الناس عندها أو بعض السيدات عندها إحساس إنها مقهورة ومظلومة ومش عارف توصل لحاجة. إحنا آخر حدث حصل 5 مارس من كام يوم كده، في 98 قاضية مصرية تولوا منصة القضاء الإداري في مصر، مجلس الدولة، وده حدث عظيم لو قارناه ب 12 سنة بالضبط. الجمعية العمومية في مجلس الدولة بالإجماع رفضت تعيين المرأة، وبالتالي إحنا قدام تغير على مستوى المجتمع وعلى مستوى صناعة القرار عبقري وعظيم. مجلس الدولة مهم مش لأن أول مرة تتعين المرأة تعينت في 2003 المستشارة تهاني الجبالي في 2003 في، وكان عندنا في المحكمة الدستورية العليا، ودي أعلى محكمة في مصر، الله يرحمها وربنا يرحمها يا رب، كانت ست عظيمة ودفعت دفعا في تولي النساء القضاء. فكان عندنا 2004 دفعة، 2007 دفعة، 2009 دفعة، 2014 دفعة، عندنا نساء في أعلى يعني رئيسات محاكم، وعندنا المستشارة أمل عمار ربنا يديها الصحة مساعد وزير العدل بدرجة وزير لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. فدخول المرأة المجال القضائي ما هواش جديد، مش أول امبارح بتاع 5 مارس، لكن مجلس الدولة ده هو الحارس على الدستور. فلما الدستور يقول المساواة بين المواطنين والمواطنات وبقاش في ستات في مجلس الدولة، تبقى حاجة غريبة ومتناقضة. عشان كده الاحتفاء الشديد مش بس بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، لكن كمان رغم أن مجلس الدولة جه متأخر شوية لكن كان سباق في أنه فتح مجال التعيين للبنات والشباب على قدم المساواة من كليات الحقوق، ودي خطوة مهمة جدا. النيابة العامة عملت ده. أنا ليه بقول الفرق 12 سنة؟ علشان الناس اللي بتبص للأمور بشكل أنه يومي ممكن يحس أنه ما فيش تغيرات عظيمة، لكن التغيرات العظيمة في عمر الشعوب ما بتتحسبش باليوم. نفس الفكرة، إحنا في من 2007 كنا من لحد 2007 ما كنا نتكلم على ختان الإناث، كانت يتقال لنا عيب اختشوا، ده جزء من الشريعة، افتحوش بقكوا. احنا عندنا اول تجريم لختان الإناث كان في 2008 جنحة، تاني تجديد كان جناية في 2016، في 2021 بقى الدكتور واي حد هيساعده والاب والام او اي حد في العيلة هيطلب الختان، والمؤسسة اللي اتعمل فيها الختان هتتقفل، وكل دول هيتسجنوا بجناية. ده تحول كبير في الـ في الـ في الدماغ وفي الأفكار وفي الرؤى الثقافية وفي الرؤى الدينية. طبعا بنتكلم على ربع البرلمان سيدات، بنتكلم على ربع الوزارة سيدات. لا بلاش. طيب لسه. آخر نقطة اللي هي ليه بعض الستات بتقول أنا مش عارفة أوصل، أو إيه اللي أنتوا بتقولوا ده؟ لأنه في حاجتين، آليات التطبيق عايزين نتكلم فيها، لكن كمان عايزه اقول لكل الستات ان الشغل مش هيجيلك وانت قاعده بتتفرجي على التمثيليه.